هذا وقد استمرت الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية العراقية ومسلحي التنظيم المتطرف في شوارع الحي القديم غرب مدينة الموصل خلال الأيام الأخيرة. وقد ظهر الحي القديم مدمرا بالكامل في مقاطع فيديو نشرتها شبكة CNN يوم أمس الاثنين، تم تصويرها بطائرة من دون طيار. مقاطع فيديو صورت دمار الحي القديم بمدينة الموصل العراقية، حالة من الفوضى العارمة ودخان أسود كثيف يعم المكان، وأنقاض المباني وحطام السيارات متناثرة في كل الأرجاء. وضعية مروعة ناتجة عن الاشتباكات العنيفة بين القوات الحكومية العراقية ومسلحي التنظيم المتطرف المتواصلة بشكل يومي. الفيديو صور أيضا هروب عدد كبير من السكان من المناطق التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف وسط الاشتباكات. في الوقت نفسه ما يزال مئات الآلاف من المدنيين محاصرين في الحي القديم وحياتهم مهددة بالخطر في أي لحظة. وقد قال مصور الفيديو إنه كان شاهدا على محاولة الكثير من السكان مغادرة الحي القديم رغم إطلاق النار من المتطرفين، كأنهم يفرون بجلودهم من الجحيم.